كان مهم بالنسبه لنا في هذا اطار الكوفيد. اولا كفريق ديال المعهد الفرنسي، كفريق تديره السيده ليان دو سانتوس مديره المعهد، كيف كان يمكن ان نتجاوز هذا الظرف هذا، وكيف كان يمكن ان نبدع، يعني ان نبدع كفريق باش نعطيو واحد البرمجه اللي تتكيف مع هذا الجو، مع الاكراهات طبيعه الحال، مع التباعد اللي خاص يكون ما بين الجمهور الى اخره. دوك اول حاجه قمنا بها هي انه مشينا شفنا السيد عامل صاحب الجلاله دمنت مكناس، شفنا الفريق اللي معاه، كان استقبال جميل ديال العامل، كانت واحد كنقول الفرنسي واحد لامبليكاسيون قويه ديال السلطات ديال مدينه مكناس اللي عطاتنا انه الترخيص انه نقوم ببرمجه هنا في المعهد الفرنسي ديال مدينه مكناس. في شهر اكتوبر مثلا قمنا بواحد المجموعه ديال العروض السينمائيه بشراكه مع المركز السينمائي المغربي الذي نشكره بالمناسبه، هنا في هذا الفضاء ديال الحديقه ديال المعهد الفرنسي مدينه مكناس قدمنا افلام في الهواء الطلق، كان جمهور، احترمنا التباعد الجسدي، كان بطبيعه الحال الجمهور كنطلبوا من الجمهور انه ملزم انه يرتدي الكمام الى اخره. قدمنا 4 ديال الافلام مغاربيه خلال هذا الشهر ديال اكتوبر، استضفنا في هذا الفضاء ديال المعهد الفرنسي لانه المسارح مغلقه حاليا في المغرب وهو امر نتفهمه، فهذا الفضاء كانت الفنانه المغربيه سكينه فحصي، السبت المنصرم استقبلنا الفنان القناوي مهدي نسولي في المكتبه ديال المعهد الفرنسي، بطبيعه الحال مره اخرى احترام واحد العدد اللي ما كيتجاوزش 20 حتى 30 متفرج، ما كيتجاوزش الاحترام التباعد ما بين المتفرجين، الهدف هو إعادة الحياة يعني بشكل متواضع لهذا المعهد، إعادة الحياة لهذا الفضاء الثقافي، استرجاع الجمهور، بغينا يبقى هذاك لوليان يبقى مع الجمهور باش ما نضيعوش. وكانت يعني أنشطة أخرى في المعهد، مثلا يمكن الآن الجمهور أنه المنخرطين ديال المعهد يمشيوا المكتبة ياخذوا الكتب، يمكن الأطفال أنهم يشاركوا في الورشات المسرحية، يعني حاولنا يعني أنه كما قلت لك قبيلة أن الحياة ترجع لهذا الفضاء الثقافي. ومرة أخرى نشكر السلطات المحلية ديال مدينة مكناس على أنها أعطتنا هذه الفرصة هذه أنه نرجعوا لهذه الحياة الثقافية. فاش توصلنا بالخبر ديال أنه كان لا يمكن يعني إنجاز المهرجان في وقته، كانت صعيبة شوية، لكن شهور من الاشتغال وكانت كنا الناس مقطعين، خدينا لهم يعني هذوك تذاكر الطائرة، ولكن هذا أمر نتفهمه، يعني أنه تفهمنا أمر يعني وقف توقيف الأنشطة الثقافية كان أمر نتفهمه ولا يعني ما يمكنش نجادلوا فيه. بالنسبه للمهرجان، انا تنظن المهرجان بدا 2001، هو تقليد حقيقي يعني في المدينه، عندنا جمهور ديال الاطفال ولكن عندنا جمهور ايضا ديال العائلات، هناك جمهور اللي كبر مع المهرجان، هناك يعني واحد الاشتغال عندنا على مستوى الورشات بحيث انه منذ سنوات ونحن واضب على تكوين الطلبه المغاربه في الميدان ديال السمع البصري وحتى في الميدان ديال الفن التشكيلي، نستقطب مجموعه من الطلبه من جميع ربوع المملكه من خلال شراكات مع المعهد، مثلا معهد الفنون الجميله في الدار البيضاء، المعهد الوطني للفنون الجميله في تطوان، نشتغل مع المدارس في ورزازات في الرباط الى اخره، ونحن نفتخر بهذه الشراكات. دوك كما قلت نستقطب طلبه من جميع ربوع المملكه اللي كيتكونوا المهن ديال سينما التحريك في هذا الفضاء ديال المعهد الفرنسي. انوه مره اخرى بالمجهود الكبير الذي تقدمه مؤسسه عائشه التي تنظم المهرجان معنا، والتي ايضا يعني لا تبخل بجهودها من اجل انجاح هذا المهرجان، يعني واحد هي واحد لا فونداسيون يعني اللي عندها تاريخ مع المدينه، الناس ديالها يحبون المدينه، وبالنسبه لهم هذا يعني هذا المهرجان هو ايضا مساهمه لهم في خلق ناميه ثقافيه في مدينه مكناس.
إذا المهرجان سيستمر إن شاء الله، غير دوز هذه الجائحة بطبيعة الحال غادي يستمر وغادي يكونوا مفاجآت. هو صراحة حيت ماشي حيت ما كانش المهرجان راه بقينا مكتوفي الأيدي، فهاد يعني واحد منذ أيام انتهت أول إقامة فنية ديال الإنتاج ديال سينما التحريك اللي نظمناها بشراكة مع المعهد، يعني بواحد مساهمة ديال المعهد الفرنسي المغرب وبمشاركة مع مؤسسة عائشة، نظمها المعهد الفرنسي المدينة مكناس بطبيعة الحال هنا في واحد الفضاء عندنا سميتو ميكروفولي لو فابلاب. عندنا واحد بحال استوديو صغير فيه جميع المقومات ديال استوديو ديال سينما التحريك، واستضفنا 4 ديال المخرجين، 2 من فرنسا، واحد صديقة من تونس، واحد المخرج من الكوت ديفوار، لمدة 15 يوم اشتغلوا على يعني انهم كيفاش يطوروا الفيلم ديالهم، يعني اشتغلوا على رسوم، اشتغلوا على تقنية ديال سينما التحريك الى اخره الى اخره. دوك هذه يلاه سالات ونحن نشتغلوا على الدورة المقبلة ان شاء الله. سوف ننظم ايضا واحد الاقامة فنية اللي بديناها في 2016 من ديال كتابة ديال الشريط ديال سينما التحريك، طويل او قصير او سلسلة الى اخره. اذا لا ديناميك ديال سينما التحريك راه ما حبساتش. ومره اخرى باش نرجعوا للبدايه ديال الحوار ديالنا، نحن نقترح برمجه اللي كتساير هذا الوضع الاستثنائي ديال الكوفيد، وتنظن انه يعني تنظن انه بجهد الله توفقنا انه ما حبسناش، يعني ما حبسناش سينما التحريك، ما حبسناش النشاط الثقافي في مدينه مكناس. نحن نقترح برمجه يعني التي تتاقلم مع هذا الجو استثنائي، ولكن راه ما حبسناش، يعني نستمر وان شاء الله مازال عندنا مشاريع اخرى ل 2021 بحول الله. الغاية من هذه البرمجة الحالية هو انه يعني نهدف الى ان نتيح الفرصة للفنانين المغاربة انهم يشتغلون، يعني لانهم لمدة شهور الناس ما خدمتش. يعني من بين الاشياء اللي اشتغلنا عليها هي واحد المسابقة ديال الرسم على 3 فضاءات في المعهد الفرنسي، رسوم كبيرة على الجدران على فضاءات في المعهد الفرنسي، وكانت واحد اللجنة اختارت 3 ديال الشباب المغاربة اللي هما حاليا كاينين في المعهد يشتغلون في المعهد. دو كاين المهدي الزموري ورضا بودينا اللي هما فنانين من مدينة مكناس، كنا نعرفهم اللي كانوا مازالين كيقراو في ثانوية مولاي اسماعيل في شعبة يعني لي زار ابليكي. وكاين واحد الشاب من مدينة الدار البيضاء سميتو حسن فايز، حتى هو انتقته اللجنة، هو يشتغل ايضا حاليا هما في المعهد. اذا كما قلت لك البرمجة لم تتوقف، حاولنا ان نبديع ونساير هذا الجو ديال الكوفيد الذي يعيشه العالم.